انا رحت اللي هشتري خضار اللي محشي. خضار ومحشي، احنا معانا فيديو باين. طب تعالوا نشوفه كده، هو نشوف راح الفيديو اشترى ده. خضار للمحشي، طلبت منه يروح ويشتري بقى ويفاصل مع البياعين ونشوف بقى شطارته. ده تجربة جديدة. لا بس هم عملوا معاه الواجب يعني. طب في فيديو نعرضه نشوف فيه القصة دي، نشوف نشوف مع بعض. ماشي يا جماعة، دلوقتي أنا هشتري كرومب. هي عايزيني هشتري كرومب منها. ماشي، الكرومب بكام يا طنط؟ عدد جامد. كرومب خمسة لحد عشرة. لحد عشرة؟ ماشي. أنا عايز واحد كرومب كبير لمحشي. حلوة دي؟ ماشي. حلوة حلوة دي. دي بكام؟ بخمسة. ده كبير قوي. لا غريب ليه؟ عشان ما فيش موجود كرومب كبير في الهند، انا مش عارف يا جماعه. دي كرومب غريب قوي، عشان بصي بصي ده سايز، ده كبير قوي. ايه ده كرومب ولا ايه؟ كرومب. الراجل ده بتاع القطط. هنا عندنا صغير كرومب قوي زي دي. زي لا، عندنا في الهند صغير كرومب. لا احنا عندنا كبير في هين. معاكو كبير قوي. لا لا، انا من الهند. هند. من هند، بومباي، بلد شعروخان. ماشي يا جماعه، دلوقتي انا خلصت الليست بتاعتي. ماشي، ودلوقتي انا رجعنا لبيتي عشان ياسمين منتظر مني. ما ضحكوش عليك يعني، بجد ما ضحكوش عليك في البيع او في الشراء وكدهوت، وقالوا لك اسعار اغلى من السعر؟ لا الناس هنا ده يجيبوا اسعار احسن من انا بجيب. اصل احنا لو باجي اشتري حاجه من حد وهيعلي عليا السعر، اقول له يا عم انت فاكرني اجنبيه ولا انت فاكرني هنديه ولا انا مصريه؟ اديني السعر بتاعنا المصري. ما عملوش معاك كده. طب والله حلو. لا لا لا، هنتكلم شويه بقى عن الاكلات المصري، وانت قلت لي عايزاكي تدوقي. انا عايزه جايبه لك معايا حلويات كده. هنشوف بقى، هندوق الحاجات دي بس بعد الفاصل. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، ابقوا معانا.